بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. طبعا من حقوق الإنسان هو حق الإنسان في العمل، وبما أن صاحب العمل غالبا تكون عنده السطوة في العمل، لهذا شرع قانون العمل عشان يحمي الطرفين في العلاقة التعاقدية ما بيناتهم، وعلشان ما يكون في شخص ماخذ حقه أكثر من الثاني. أولا إذا بنتكلم عن قانون العمل، لازم بداية نتكلم عن عقد العمل. عقد العمل هو ينشئ التزامات وحقوق للطرفين، ينشئ التزامات للعامل وأيضا ينشئ التزامات لصاحب العمل. إذا بنتكلم عن عقد العمل، هو يشمل أمور معينة، منها طبيعة العمل، منها ساعات العمل، منها الراتب، ومنها مدة العقد. طبعا عقود العمل هي عقود محددة المدة، ما تتجاوز سنة، أو في حال أنها ممكن تكون تتجدد تلقائيا بناء على رغبة الطرفين. إذا بنتكلم عن فترة التجربة في عقد العمل، فترة التجربة في قانون العمل هي ما تتجاوز 100 يوم. وطبعا في بعض يظن أن في فترة التجربة العامل ما يعطي أجر، كون أن فترة التجربة وأنا قاعد أدربك، ولكن هذا مفهوم خاطئ. طالما أن الشخص قاعد يعمل فهو يستحق الأجر. إذا إحنا ما عطينا العامل في فترة التجربة أجر، هذا يعتبر سخرة، وهذا الشيء محرم شرعا أصلا. وكما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، أعطى الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. أما في حال ساعات العمل، ساعات العمل في الأسبوع لازم ما تتجاوز 48 ساعة، أما في خلال اليوم هي 8 ساعات، تتخللها ساعة راحة. وإذا بنتكلم عن ساعات العمل الإضافية فهي تكون بمقابل. أما في بنود عقد العمل، كل البنود اللي تخالف عقد العمل أو قانون العمل تعتبر باطلة. يعني نقدر نقول البند اللي يخالف عقد العمل أو قانون العمل يعتبر باطل، والعقد البقية الأركان والشروط تكون صحيحة. إذا بنتكلم عن الإجازات، الإجازات هي تكون 30 يوم للعامل، بخصوص إذا كانت عندنا امرأة حامل لها شهرين مدفوع الراتب، بس بشرط أن تكون تضع مولودها خلال هذه الإجازة اللي هي إجازة الوضع. وإذا بنتكلم عن إجازة الأمومة هي 4 شهور، وما يجوز للمثلا نقول صاحب عمل لما سمع أن هي حامل أو أن هي تبتاخذ فترة أمومة يفصلها. من حقها هي كامرأة وأنها تكون يعني امرأة حامل لها هذه الإجازات. وأيضا طبعا القانون في الأجرة وفي الراتب ساوى ما بين الرجل والمرأة، خصوصا إذا كانت نفس المسمى ونفس طبيعة العمل، فما في فرق ما بين امرأة أو رجل. ما أقدر أقول والله لأن هذه امرأة فتستحق يعني نقول راتب بسيط، لا، ساوى بهالمسألة. إذا بنتكلم عن إصابة العمل، إصابة العمل في حال أنت كنت تشتغل مثلا نقول في مكان، وهذا المكان ممكن تصير فيه إصابات عمل، ممكن تصاب في أمراض في هذا العمل بسبب هذا العمل، فإن صاحب العمل هو المسؤول وهو المختص في التطبيب وفي التأمين الصحي. إنزين، في حال نفترض فرضية ثانية، في حال عندنا الحين شخص عامل كان مفترض عليه أنه يلبس الهلمت والجلافز واللبس كامل لحمايته من يعني أثناء أداء لعمله، وهو ما لبسه. هل هني نقول عليه أن صاحب العمل في حال إصابته وبسبب خطأ وإهمال العامل أن عليه لازم أيضا تطبيبه ولا لا؟ هني إحنا نرجع على شغلة واحدة، إذا العامل ما أخذ الاحتياطات المفترضة لحمايته هو وبسبب تقصيره هو حدث له هذه الإصابة، فهني خطأ العامل والصاحب العمل غير يعني مفترض فيه حمايته بهالشيء بسبب تقصير العامل نفسه. الحين احنا تكلمنا عن رحلة العمل في بداية الفترة التجريبية وبداية العمل وساعات العمل، فالحين بني حق انتهاء العمل، ممكن يكون باستقالة او يكون فصل. اذا بنتكلم في حالة استقالة، في حالة ان العامل قرر انه هو ما يبي يشتغل مع صاحب العمل هذا نفسه، يقدر يستقيل، ولكن في فترة انذار.
إذا كان هو يا ما يبي يكمل حتى ما يبي قاعد فترة الإنذار اللي هي فترة 3 شهور راح يدفع مقابل مادي لصاحب العمل، ولكن في حال رغبته إنه هو يستمر فعليه إنه يشتغل 3 شهور مقابل فترة الإنذار. وأيضا في حال إن صاحب العمل هو قرر إنه ينهي عقد العمل وما يبي يكمل مع هذا العامل، أيضا عليه فترة الإنذار، إما إنه يعطيه بدل لهذه، إما إنه يعطيه بدل لفترة الإنذار أو أنه يشتغل في هذه الفترة. إذا بنتكلم عن مكافأة نهاية الخدمة، طالما وصلنا للاستقالة فرح نتكلم عن نهاية الخدمة. نهاية الخدمة تكون مستحقة بعد مرور 3 سنوات. والحين أنا أعتقد يعني حاولت أغطي جميع الجوانب بشكل مختصر موجز، إن شاء الله يكون خفيف وسهل عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الأستاذة ألطاف العدواني، عضوة في مركز حقوق الإنسان. اليوم راح أتطرق على موضوع جدا مهم، وهو القانون الدولي الإنساني واختلافه عن قانون حقوق الإنسان. أول شيء راح أتكلم عن القانون الدولي الإنساني. القانون الدولي الإنساني هو القانون اللي يتعلق في حقوق الإنسان في زمن الحرب أو في حالة نشوء صراع مسلح بين الدول وآليات حفظ حقوق الإنسان بتلك الحالة. أما بالنسبة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، هو يتعلق في حقوق الإنسان في حالة السلم والحرب على حد سواء. الجزئية الثانية نشوف أصول قانون الدولي الإنساني. أصل قانون في مرحلة لاحقة استمد القانون الدولي الإنساني أصوله من اتفاقيات جنيف الأربعة الصادرة بالأعوام 1926، 1956، و1972 و1976، بالإضافة إلى القيم الواردة بالأديان السماوية. أهم مصادر قانون حقوق الإنسان، كون القانون يلقي على عاتقه حماية الأفراد في وقت السلم مما قد يتعرضون له من سوء معاملة أو انتهاك حقوقهم من قبل بلدانهم أو حكوماتهم، سواء كانوا من أفراد أو مؤسسات، وهو ما يعرف أيضا بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان. يستمد مصادر القانون حقوق الإنسان هو من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في سنة 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1966، والبروتوكول اللاحقان بهما. بالنسبة حق القانون الدولي الإنساني، لما تطرقت له شفت بعض التوصيات اللي نوصي عشان تكون في ذا فعالية. أول شيء ضرورة أن يتكيف القانون الدولي الإنساني من حيث النصوص وآليات التطبيق المدنية مع كافة المتغيرات على الساحة الدولية. أيضا تفعيل دور المحاكم الجنائية الدولية بهدف إرسال دعائم القانون الدولي الإنساني بمحاسبة مجرمي الحرب والقائمين على أعمال الإبادة الجماعية. ضرورة مواكبة القوانين المستجدة الطارئة على شكل النزاعات التي تنشأ نتيجة تنامي ظاهرة الإرهاب الدولي. هذا الموضوع مختصر جدا، أخذت أهم الأساسيات للتفريق بين القانونين. أتمنى أني قطيت جزء بسيط وشاكرة لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، شارك اليوم أعضاء مركز حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في جمعية المحامين في الجلسات الحوارية في بوث جمعية المحامين الكويتية في معرض الكويت الدولي للكتاب في أرض المعارض، وهذا يعني يأتي ضمن دور جمعية المحامين الكويتية في التوعية القانونية. وقد أثرونا الزملاء المشاركين في هذه الجلسات، وتحدثت الأستاذة لولو العلي ويعني شرحت القانون القطاع الخاص، قانون العمل القطاع الخاص، وأيضا تحدثت الأستاذة ألطاف العدواني وفرقت ما بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ونتمنى إن شاء الله المشاركة في المعارض القادمة إن شاء الله تعالى، وهو اليوم لا شك بأنه يأتي دور جمعية المحامين الكويتية مكملا لتوعية المجتمع على الحقوق والقوانين المعمولة بها في البلاد. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، أقام اليوم مركز حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني محاضرتين
الأولى في الحقوق العمالية، والمحاضرة الثانية التفرقة ما بين، طبعا المحاضرة الثانية عبارة عن التفرقة ما بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتم بحمد الله انتهاء من هذا المحاضرتين، ونشكر جميع المحامين في هذا البوث لمركز حقوق الإنسان. شاركنا اليوم في أرض المعارض بوث جمعية المحامين، حيث أقمنا محاضرتين. المحاضرة الأولى شاركت فيها المحامية لولو العلي، وقامت بطرح موضوع القانون العمالي، وأيضا المحامية الطاف العدواني حيث قامت بشرح بسيط لقانون للتفرقة بين القانون الدولي الإنساني وبين القانون حقوق الإنسان.